بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة، شوطنا الرابع الخاص للقعدان يعتبر ثاني أشواط القعدان. تعلن انطلاقته بميدان الساد في صباح هذا اليوم. نسير وياكم إلى المقدمة ونتابع اللي قاد المسيرة، من اللي خذ المركز الأول منذ بداية الشوط. مفجر عيضة بن صالح الصيعري يتصدر القيادة. المركز الثاني، المركز الثاني مبلش عبد الله بن سعيد بن ميا العفاري نقل إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث يتقدم الشبابي أيضا لليحيى بن شامس المنهالي نقله إلى المركز الرابع. المركز الرابع رقم 19، هذا الحمد بن محمد بن قرين العامري راعي الخشبة، فاز ويبحث عن الحضور للمرة الثانية. إذا وصلنا المركز الخامس نجد المركز الخامس، هذا اللي وصل يا أبو سيف. شعاره جميل، شعاره جميل، لكن بنتعرف عليه. 49 الأسد محمد بن سالم بن منصور المنهالي خذ المركز الخامس، وخلف الخمسة سامي لم يحين موعد دخولها. لكن بنعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام، بو شامس على الصدارة، يحيى بن شامس المنهالي مع الشبابي، مع الشبابي. الله يا بو شامس، يفعل عن ما هو جديد، يبحث عن ما هو جديد. يحيى بن شامس المنهالي، الشبابي، الشبابي وتاريخه، الشبابي وعروضه، الشبابي وانجازاته. يحيى بن شامس المنهالي، تحيا وتعيش يا ابو شامس، تحيا وتعيش يا ابو شامس. من تقدم هذه العروض اللي يقدمها الشبابي وسلالة الشبابي وعروضه اللي يقدمها بميدان الساد. لكن مفجر، مفجر في اللحظات الاخيره، في اللحظات الحرقه، اللحظات الحاسمه، عيضه بن صالح الصيعري، عيضه بن صالح الصيعري ينتزع المركز الأول في اللحظات الأخيرة. الثاني لحياء بن شامس المنهالي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث هذا البلحطم، البلحطم في اللحظات الأخيرة، راهي سهيل بن محمد بلحطم العامري. نشوف التوقيت 2:19 تهانينا لمالك مفجر عيضة بن صالح الصيعري ينتزع المركز الأول بهذا الشوط.